في افتتاح مؤسسة الإمام عبد السلام ياسين، الإمام المعلم والمربي العظيم رحمة الله عليه. تظهر المعاني التي عاش عليها واتخذها هما وغاية عظمى، بذل من أجلها جهده ليبرز الطريق إلى الله عبر منهاج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. كان مولده بمدينة مراكش ببلد المغرب صباح يوم الاثنين الرابع من ربيع الثاني سنة 47 300 وألف، الموافق للثالث من شتنبر سنة 28 900 وألف. هو الإمام عبد السلام بن محمد، ينتمي إلى أسرة شريفة إدريسية شهيرة في جنوب المغرب. في مدرسة العلامة المجاهد المختار السوسي حفظ القرآن الكريم وتعلم قواعد اللغة العربية، ونظرا لتفوقه ولج معهد بن يوسف التابع لجامعة القرويين. بعدها اجتاز مباراة توظيف المعلمين، فكان نجاحه فيها وسيلة متميزة للانفتاح على عالم جديد، والتي كان من نتائجها الترقي في أعلى المناصب. وفي سنة 65 900 وألف، وفي غمرة التفوق المهني والارتقاء الاجتماعي، كان الإمام عبد السلام ياسين على موعد مع تحول كبير، حين حصلت له هبة ويقظة قلبية. وكنت أعيش انقباضا شديدا وتشوقا إلى الله زويئسا من نفسي، يعني ما الحياة لا تساوي شيئا، يعني إذا المعرفة طريق الله سبحانه وتعالى ما لا تساوي حياة شيئا. فوجد ضالته في محضن الزاوية البوتشيشية القادرية التي لبت فيها مدة 6 سنوات في صحبة الشيخ الحاج العباس رحمه الله وابنه من بعده، ثم لينفصل عنها ويبدأ بعدها مع تلة من الصادقين تأسيس واحد من أكبر التنظيمات الإسلامية في المغرب، جماعة العدل والإحسان، على أساس نبذ العنف ورفض السرية وعدم الارتباط بأي تنظيم خارجي. لقد سلك الأستاذ عبد السلام ياسين طريق الأنبياء ونهج الصالحين ودرب المجاهدين، فابتلي في سبيل ذلك بالاعتقال التعسفي واستجن الظالم مرات ومرات، وضيق عليه بالحصار في بيته مدة 10 سنين، وبالحصار الفكري والسياسي منذ أن كتب رسالة الإسلام أو الطوفان التي وجهها إلى الملك الراحل الحسن الثاني، كما نصح الملك الحالي بالتوبة العمرية وبإرجاع مال الأمة المنهوب في رسالة مذكرة إلى من يهمه الأمر، فلم يلقى إلا مزيدا من التضييق والضم. وفي أواسط شهر ماي سنة 2000 رفعت الإقامة الجبرية عن الإمام عبد السلام ياسين، فكان أول خروج من بيته يوم 19 ماي سنة 2000 لأداء صلاة الجمعة. لكن رفع الحصار عن الإمام لم يكن يعني رفع الحصار عن دعوته. لقد كانت مسيرة الإمام موفقة غنية بالعطاء العلمي والتربوي والدعوي، من ثمارها البارزة انتظام الآلاف من المؤمنين والمؤمنات في فلك مدرسة العدل والإحسان في أقطار شتى من العالم. كان الإمام أوله جماعة بكاملها تأز في كيان فرد، ثم غدا رحمه الله رجلا تسري روحه في أجيال وفي أمم من الناس يتعلمون اليقين في موعود الله ويحملون مشروعا عمليا لإحقاق بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. موهبة لله سرنا والنشيبا والشباب، أمنا وحي ونور ونبي وكتاب نطلب المولى.
وفي يوم الجمعة 29 من محرم لسنة 34-400 الموافق 14 من دجنبر سنة 12-2000، وادعى الشعب المغربي المسلم والأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء أحد أئمة هذه الأمة ومجددا من مجدديها العظام وعلما من أعلامها الكبار وعالما من علمائها الأفداد الإمام عبد السلام ياسين رحمه الله في جنازة مهيبة. لقد كان التأليف عند الإمام عبد السلام ياسين معينا لا ينضب في مختلف المجالات، عشرات الكتب تنسج في تكاملها مشروع دولة القرآن، مشروعا يجدد للأمة دينها ويعيد لها عزتها وكرامتها، مشروعا تجاوز الحدود ليعانق العالمية، حيث اجتمع عشرات العلماء من أكثر من 20 دولة ضيوفا كراما على مائدة فكره بمدينة إسطنبول عاصمة الحضارة والجمال وشاهد تاريخ عزة المسلمين ونصرهم في الأول والثاني من دجنبر سنة 12-2000 في مؤتمر دولي يتدارسون موضوع مركزية القرآن الكريم في نظرية المنهاج النبوي عند الإمام عبد السلام ياسين. حضر أشغال المؤتمر باحثون ومهتمون بفكر الإمام عبد السلام ياسين بالإضافة إلى مشاركين بأبحاث علمية من مختلف الجامعات ومراكز البحث العلمي إلى جانب تلة كريمة من ضيوف المؤتمر من أهل العلم والمعرفة والدعوة. كانت من أهداف المؤتمر تسليط الضوء على جوانب مهمة من مشروع الإمام المرشد الذي طالما دعا من خلال كتاباته إلى إعادة قراءة القرآن الكريم قراءة جديدة تجدد الرؤية إلى الوحي بما هو المحور الأساسي الذي يدور حوله أي تغيير مرجو للأمة. زف المؤتمر بحفل فني واختتم بمجموعة من التوصيات من أهمها الدعوة إلى اعتماد القرآن الكريم منطلقا للأبحاث والدراسات، تدريس نظرية الإمام عبد السلام ياسين في الجامعات والمعاهد، تأسيس مركز أكاديمي يعنى بنظرية المنهاج النبوي من أجل إقامة الندوات وإنجاز البحوث وغيرها للتعريف ونشر فكر الإمام عبد السلام ياسين رحمه الله. وتفعيلا لهذه التوصيات اختيرت مدينة إسطنبول لتكون مركز أول مؤسسة تعنى بفكر الإمام رحمه الله، فعلى بعد مسافة قصيرة من مسجد الفاتح يوجد مكتب المؤسسة التي حصلت على وصلها القانوني في شهر أبريل من سنة 14-2000، حيث سطرت مجموعة من الأهداف تسعى إلى تحقيقها، من أهمها التعريف بمشروع الإمام عبد السلام ياسين رحمه الله، مدارسة تراث الإمام عبد السلام ياسين بالتنسيق مع الجامعات والهيئات والمراكز العلمية، العمل على تحقيق التقارب بين كل دول العالم في مختلف المجالات عن طريق التبادل والتعاون والتضامن. بدأت المؤسسة أشغالها بعقدها للجمع العام التأسيسي لانتخاب أعضاء المكتب المسير بحضور الدكتور عمر مكاسو بصفته رئيسا شرفيا لمؤسسة الإمام. كما عكفت المؤسسة على تنظيم مختلف الأنشطة من دورات تدريبية ومحطات تكوينية يقدمها مجموعة من المفكرين والأساتذة في مختلف المجالات.
بالإضافة إلى تنظيم مؤسسة الإمام قراءات في مختلف كتب الإمام رحمه الله، بما فيها كتب مفكرين وباحثين مهتمين بنظرية المنهاج النبوي تعرضها شخصيات علمية وأكاديمية. كما يمكن اعتبار مؤسسة الإمام ملتقى لمجموعة من الزائرين يأتون من أقطار العالم، حيث تعقد معهم لقاءات تواصلية من أجل تبادل للخبرات والتجارب المختلفة. وبهولندا نظمت مؤسسة الإمام إلى جانب بعض المؤسسات ندوة علمية دولية في موضوع الدين والعقل في فكر الإمام عبد السلام ياسين رحمه الله، برحاب الجامعة الإسلامية الأوروبية بمدينة روتردام. وها نحن اليوم نحل ضيوفا على مؤسسة الإمام في حفل افتتاحها الرسمي، سائلين الله تعالى التوفيق والسداد. نور الله نبصر وأرض الله نعم، بنور الله نبصر أرض الله نعم، نجاهد لا نقصر لا نقصر لا نقصر لا نقصر، وفي الميدان نصبر مقال الحق نشهر، وفي الميدان نصبر على الحق نشهر، لواء العدل ننشر لا نقصر لا نقصر. ولا تنسونا من دعائكم أحسن الله إليكم، وأستودع الله إيمانكم خواتم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.